نبدأ فقرتنا جوية مشاهدينا بدرجات الحرارة في العواصم والبلدان العربية، حيث في القاهرة يسود طقسا باردا نسبيا وتصل درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 13. أما بالنسبة للرياض تصل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13. أما في أبو ظبي اللي بتشهد طقس مستقر نسبيا تكون درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 19. أما تونس يسود طقسا باردا نسبيا وتكون العظمى 20 والصغرى 11. وأخيرا الرباط تكون درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12. أما عن درجات الحرارة في العواصم والبلدان العالمية، فالبداية من لندن اللي تشهد طقسا باردا لتسجل درجات الحرارة العظمى 9 والصغرى درجة. أما في باريس فتكون درجات الحرارة العظمى 10 والصغرى 5. أما في موسكو اللي تشهد طقس شديد البرودة حيث تسجل العظمى 0 والصغرى 4 تحت الصفر. وفي واشنطن تكون درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9. أما بكين فتكون درجة الحرارة العظمى 4 درجات والصغرى 6 تحت الصفر. نبدأ فقرتنا الجوية مشاهدينا بدرجات الحرارة في العواصم والبلدان العربية، حيث في القاهرة يسود طقسا باردا نسبيا وتصل درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 13. أما بالنسبة للرياض تصل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13. أما في أبو ظبي اللي بتشهد طقس مستقر نسبيا تكون درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 19. أما تونس يسود طقسا باردا نسبيا وتكون العظمى 20 والصغرى 11. وأخيرا الرباط تكون درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12. أما عن درجات الحرارة في العواصم والبلدان العالمية، فالبداية من لندن اللي تشهد طقسا باردا لتسجل درجات الحرارة العظمى 9 والصغرى درجة. أما في باريس فتكون درجات الحرارة العظمى 10 والصغرى 5. أما في موسكو اللي تشهد طقس شديد البرودة حيث تسجل العظمى 0 والصغرى 4 تحت الصفر. وفي واشنطن تكون درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9. أما بكين فتكون درجة الحرارة العظمى 4 درجات والصغرى 6 تحت الصفر.